فاتي جمالي تتوصل بورقة استدعاء من طرف السلطات الأمنية بسبب مواصلة استفزاز حكيم زياش واتهامه بالتكبر عبر المواقع التواصل الاجتماعي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتتبعوا هذا الفيديو. طلبا وليس أمرا، كنتمنى أنكم تعملوا لايك والبرتاج باش دائما توصلوا بما هو جديد. بشكل مفاجئ إخواني أخواتي، قررت الفرقة الوطنية أنها تستدعي فاتي جمالي كجزء من التحقيق في قضية حكيم زياش. وقد جاء هذا الاستدعاء إخوان أخواتي بعد الشكاية اللي كرسلها وكيل الأعمال نيابة عن اللاعب حكيم زياش في ظل بعض الأنباء اللي كتقول بأن الصلح اللي كان تم مؤخرا بعد يعني تكشيف يعني محاولات سواء من طرف فاتي جمالي كانت كتحاول أن توصل يعني الأقارب وكذلك الأصدقاء ديال حكيم زواج زياش باش ما يتمش رفع الشكاية أو رفع دعوة قضائية ضد يعني فاتي جمالي. وبالفعل تم الصلح، ولكن المفاجأة إخواني أخواتي أن هاد السيدة أو لهاد الفنانة أو لهاد ملكة جمال العرب سابقا مازال كتمادى وكتحاول انها تستفز هذا اللاعب ديالنا حكيم زياش عبر مواصله الكلام عليه، وتقول انني ما ظلمتوش وانه قال واحد الكلمه ربما انني حشمت نقولها، وهي قالتها بالفعل، قالتها وقالت انه انسان غير محترم وبزاف المسائل يعني اللي قالت في حق هذا اللاعب، للاكيد ان جميع المغاربه لكي يكنوا لكل الاحترام والتقدير لانه رفع رايه المغرب شامخا، فعلا رفع راية المغرب شامخا. وهنا فين كنحييه على المبادرة وعلى المكافحة كفاح ديالو اللي قام به تجاه المغرب، خصوصا انه يعني خد يعني القرار الاخير والصعب، ان هذا القرار الاخير والصعب انه يعني اختار انه يلعب مع المنتخب المغربي، وقليل يعني من اللعبة انهم يختاروا هذا القرار خصوصا انه انشا في واحد البلد اللي هو البلد هولندا. يعني هنا فين صراحه فاجئ المغاربه بهذا القرار. فصراحه اخواني اخواتي، في ظل هاد الانباء اللي كان تم كما ذكرت انه تقام الصلح، ولكن هي بقات كتمادى في الممارسه ديالها، واكدت عبر المواقع التواصل الاجتماعي عبر الانستغرام، وقالت في كثير من المناسبات انها من المتضررين واحست بالاهانه، خصوصا بعد الكلمه اللي اصدرت من اللاعب حكيم زياش اللحظه اللي كان كيتكلم في الهاتف ديالو، وكيفاش بغيتي يا لالا انه يعني يعطيك وقت وانه كان كيتكلم مع يعني الوالده ديالو بهذا المعنى، كتكلم مع الوالد ديالو لانه مرض الوالدين خصو يعطيها الكلمه ويعطيها حقها في الكلام باش تجي انت وتجريه من الكتف ديالو وتقول ليه عسي يا الشريف راني واش ما كتشوفنيش، اللي كيسحب راسها راه كلشي كيعرفها راها معروفه في العالم كامل. فزياش غير واحد النقطه مهمه، فهو راه ما كيعرفش هاد فاتي جمال ما كيعرفهاش اصلا، وحتى الوكيل الاعمال اللي كان لحظتها حاضر حتى هو ما عرفش هاد السيده نهائيا، وخصوصا ان هذيك المغربيه هذيك المصريه اللي كانت صحبه هاد فاتي جمالي اكدت انها تفاجات بهذاك الكلام اللي صدر على في حق يعني هاد الصديقه ديالها فاتي جمالي، وهذيك الكلمه يعني اللي صراحه قالت انك كان ولد بلادي ما يقولش هاد الكلمه، وان اللاعب ديالنا المصري صلاح عنده اخلاق عاليه. في ظل هاد الموجه وهاد القضيه اللي خلقت واحد الضجه كبيره سواء على الصعيد المغربي خصوصا او الصعيد العربي والعالمي عامه، فكنشوفوا بعد يعني السيدات يعني اللي صراحه احنا دائما كنتفاجئوا بخصوص هاد الخرجات، واحد الراقصه يعني اللي خرجت اللي هي مايا الولايات المتحده الامريكيه وخرجت تكلمات وجملتها وقالت يعني مباشرة يعني في واحد اللايف موقع التواصل الاجتماعي، قالت لفاتي جمالي كان عليك دير صبعك وتعوتي يعني وتعيطي للبوليس، خصوصا ان البوليس التركي يعني راه كيجي يعني في لحظة اللي كيكون يعني اي واحد
حاول انه تهجم على شي فتاة وانهم كيقدروا المرأة كيقدروها وكيف يعقل انها السيدة كتحاول انها تدفع بهذا فاتي جمالي او تحرضها بهذا الكلام. فهذه تهمة مباشرة باش تحرض واحد السيدة وتقول انك يكون ما كنتيش زوينه راه ما يقولوش لك يعني ما يقولش لك الكلمه، وانك حتى المتبعين والناس بعض المغاربه يعني ما ساندوكش لانك زويناك وكنتي خايبه يعني راه غير يدافعوا عليك كما دافعوا على واحد السيده ميمي بغات تبين صامعه الاساس راه كاع اللي كيكون زوين ما كيلقاوش السند من طرف المتتبعين. وهذا خطا اخواني اخواتي، هذا خطا صدر في حق هاد السيدة وهذا الكلام اللي لا أساس له من الصحة. فهادشي كيبين أن كون كنهضر معاها فعلا كون قالت لها يعني عيط على الديستي وعيط على الحموشي وزيد وزيد وما إلى ذلك، فهادشي صراحة كيتيرنا واحد المفاجآت وتير الانتباه. فمايا صراحة اللي كتحاول أن تصب الزيت على النار، تحاول تصب الزيت على النار يعني وتبين أن اي مشكله او اي قضيه كتكون ضحيتها واحد الانسانه اللي هي اصلا تعرضت للتحرش وتعرضت للاذى من طرف الرجال. وهذا خطا وخطا فادح اللي كيحاولوا بعض المؤثرين انهم يتكلموا في هذه القضيه. فعلى فالغريب في الامر ان هذا فاتي جمالي كانت كتظن انها جميع المغاربه يقفوا معها، ولكن ملي لاحظات وشاف بعينها ردة الفعل ديال جميع المغاربة يعني وكذلك الهجمة يعني اللي كانت شرسة ضدها واللي عبروا عن تضامنهم لهذا اللاعب الخلوق. وهنا في بدات القصة، وهنا في بدات البداية يعني والمعاناة ديال هاد فاتي جمالي للآن راه صراحة راه كتعيش واحد حالة نفسية صعيبة بسبب ما أثارته على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي ندمانة أشد الندم بخصوص هذه القضية. إخواني أخواتي نكتفي بهذا القدر في انتظار ما هو جديد، فما تبخلوش أنا باللايكات ديالكم وكذلك البرتاج. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.